تتواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإدارة على أرضية ميدان الشحالية، ميدان التحدي لسباقات المدن العربية الأصيلة. مشاهدينا الأعزاء، بهذه الانطلاقات المتواصلة مشاهدينا الأعزاء، ونتابع انطلاقة شوطنا الثاني عشر، شوط مخصص للقعدان. اللقاية نتابع المركز الأول هياض لعبد الله بن فهد بن سيب بن فهد الخيارين على مقدمة هذا الشوط، ولكن في هذه اللحظات متعب للسيد عبد الله بن سالم بن فهد الهاجري على مقدمة هذا الشوط، يتواجد شعاره في أول المراكز وفي أول التحديات. نتابع مشاهدي الأعزاء المركز الثاني شعار الخيارين، هنا يتواجد مع حياض عبد الله بن فهد بن سيب بن فهد الخيارين على مستوى المركز الثاني والثالث المراكز. القادم لفان لغانب بن سيب محمد آل بوسعيد الخيارين يتواجد على مستوى ثالث المراكز، بينما المركز الرابع نتابع مشاهدي الأعزاء من الجانب الآخر المتدخل في هذا التحدي الرائع، نتابع مشاهدي الأعزاء اللي يحتل المركز الرابع لحظات من وفيكم بمعلوماته. هنا مشاهدي الأعزاء القادم والمنطلق الذيب لحمد بن عبيد بن حمد بن الحيمر المري يتواجد مع رابع المراكز ورابع وخامس التحديات في هذه الإثارة وفي هذا أيضا الحدث الكبير. نتابع شاهين منصور بن محمد بن فراج العجمي يتقدم في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، ونعود مباشرة إلى المركز الأول لنتابع الأمور والسيطرة مع متعب لعبد الله بن سالم بن فهد بن ملاقمقة الهاجري، يتقدم مشاهدي الأعزاء في هذا التحدي الجميل والرائع مع متعب اللي ينطلق في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني هياض لعبد الله بن فهد بن سيب بن فهد الخيارين يتواجد مع ثاني المراكز وثالث المراكز. وصل في هذه اللحظات شاهين منصور بن محمد بن فراج العجمي، بينما المركز الرابع نتابع المنطلق في هذا التحدي الذيب للسيد حمد بن عبيد بن حمد بن الحيمر المري يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الرابع وخامس التحديات في هذا النداء. نتابع مشاهدي الأعزاء الوصول وتقدم مهيض لعبد الرحمن بن سعيد بن علي بن سفران المري على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمس الأولى، ونذهب مباشرة مع انطلاقات أشواط القعدان الخاصة لسن اللقاية في هذه المسافة، مسافة الخمسة كيلومترات ضمن مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. نتابع التحديات المميزة ما بين هذه الأسماء الرائعة. هنا هياض بدأ يهيض إلى الصدارة، عبد الله بن فهد بن سيب بن فهد الخيارين يتواجد في مقدمة هذا الشوط، ولكن اللي غير من الجانب الآخر. نتابع مشاهدي الأعزاء، هذا هو مشاهدي الأعزاء القادم بكل قوة المنطلق الذيب حمد بن عبيد بن حمد بن الحيمر المري يتواجد ويغير مباشرة إلى المقدمة، بينما المركز الثالث متعب عبد الله بن فهد بن سالم بن فهد الهاجري يتقدم مشاهدي الأعزاء في هذه اللحظات في ثالث المراكز، بينما المركز الرابع مهيض لعبد الرحمن بن سعيد بن علي بن سفران المري شعار بن سفران يتواجد في رابع المراكز وخامس التحديات. أرى السيل الجارف القادم من المراكز الخلفية بقدوم الأسماء الجديدة في هذا الشوط. نتابع أسماء مميزة، وهنا أيضا شعار العجمي، شعار بن فراج شاهين منصور بن محمد بن فراج العجمي، ولكن نعود إلى البداية. نعود مشاهدين الأعزاء والعودة أحمد الدائم إلى الصدارة إلى الذيب. يا سلام يا سلام يا الذيب على الصدارة، الذيب حمد بن عبيد بن حمد بن الحيمر المري يتقدم مع الذيب في هذا التحدي الكبير والرائع. الذيب على الصدارة، الذيب مع الناموس، ولكن 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 هياض عبد الله بن فهد بن سيب بن فهد الخيارين يتواجد في صلب المعركة والتحدي هنا مع ثاني المراكز وثالث التحديات. أرى شعار بن سفران قادم بكل قوة مع مهيض عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن سفران المري، ولكن نتابع شعار بن قطامي
شعار بن قطام قادم لأول إذاعة في هذا الشوط مع مبلش. يا بلشتكم من مبلش، وصل شعار هنا بن قطامي، جابر بن علي بن جابر النجم المري. وهنا ايضا مشاهدينا الاعزاء نتابع الدخول السريع في هذه اللحظات من قبل هذه الاسماء المميزه. نتابع مشاهدي الاعزاء في هذا التحدي الكبير مع المراكز الخمس الاولى، مع اللحظات المميزه ما بين هياض وكذلك هنا مشاهدي الاعزاء ذيب. والمركز الثالث يتقدم مهيض، بينما المركز الرابع القادم هداف مشاهدي الاعزاء يريد ان يكسب هدف هذا الفوز بشعار حمد بن سعيد بن سالم بن زيوح بن مسعود المري وشعار بن قطامي. يتقدم مع مبلش، ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة. الله يا هياض مشاهدي الأعزاء مسيطر في مقدمة الشوط، هياض على الصدارة، هياض مع الإبداع مع التميز في هذا الشوط المثير. ولكن هنا مشاهدي الأعزاء الذيب غير وخطف الصدارة على حساب هياض، ولكن هياض يعود مرة أخرى ليعلن المنافسة في اللحظات الأخيرة. خط النهاية مشاهدي الأعزاء ما بين هياض والذيب، ولكن الذيب على الصدارة، الذيب مع المقدمة، مع الناموس الذيب. حمد بن عبيد بن حمد بن الحمر المري ينتزع هذا الناموس المميز مع الذيب على الصدارة، الذيب مع الناموس. تهانينا والناموس على فوز الذيب بالمركز الأول. هذا هو الذيب يصل إلى خط النهاية محققا هذا الناموس. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني هياض عبد الله بن فهد بن سيف الخيارين. المركز الثالث وصل في مشاهدي الاعزاء مبلش، جابر بن علي بن جابر آل نجم المري، بينما المركز الرابع مشاهدي الاعزاء وصل فيه شاهين لمحمد بن حمد بن صالح بن سعدان نابت المري، بينما المركز الخامس كان الوصول من قبل لفان لغانب بن سيب محمد آل بسعيد الخيارين. إذن مشاهدي الأعزاء تهانينا والناموس مرة أخرى لمالك الذيب على هذا الفوز. نهني مالك الذيب حمد بن عبيد بن حمد بن الحمر المري. توقيت الزمن 7:41 و3 من الثاني. تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني حل فيها هياض. تهانينا والناموس لعبد الله بن فهد بن سيف بن فهد الخيارين. التوقيت الزمن 7:41 و7 من الثاني. تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث جاء في مشهد الاعزاء مبلش لجابر بن علي بن جابر بن نجم المري. التوقيت الزمن 7:43 و7 من الثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.